متابعينا اهلا بكم. في الفيديو ده هنتعرف على مجموعه من اهم واخر الاخبار على الساحه الرياضيه، فخليكم معانا. وقبل ما نبدا الفيديو يا ريت نشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل جديد من الفيديوهات، ونعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الجمهور، ونستمر في نشر المزيد من الفيديوهات بدعمكم لينا. عقوبات في انتظار المصري البورسعيدي من قبل الكاف بعد مشادات واشتباكات لاعبيه وبعض من افراد الجهاز الفني مع حكم لقاء نهضة بركان المغربي صادق السلمي، وذلك عقب توديع الفريق البورسعيدي للكونفدرالية الافريقية. بعد الفيديو المسرب، رئيس المريخ السوداني حازم مصطفى يطلب من نائبه الاختيار من بين الثلاث اختيارات، هي الاعتذار او الاستقالة او التحقيق والحساب. روان العربي لعبة وادي دجلة تتوج للمرة الأولى في تاريخها ببطولة كارول ويملر للإسكواش بالولايات المتحدة الأمريكية. أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، من الصعب استقدام حكام أجانب خلال الفترة الحالية، ولقاء بيراميدز وسيراميكا في موعده. أحمد مرتضى منصور، تم تسديد 300 مليون جنيه من مديونات نادي الزمالك، وأتمنى أن تتلقى ألعاب الصالات دعما ماليا أكبر خلال الموسم المقبل. كما يرفض منصور استخدام حكام أجانب خلال الوقت الراهن بسبب الأزمة الاقتصادية اللي بيمر بيها العالم. الكاف الاتجاه للعب نهائي دوري أبطال أفريقيا بعيدا عن شمال أفريقيا، وهناك رغبة في إقامته في جنوب أفريقيا في ظل منافسة شرسة من قبل السنغال ومصر والجزائر على استضافته. الزمالك يتفق مع التونسي فرجاني ساسي على تسوية مستحقاته لدى الفارس الأبيض، خاصة بعد صدور حكم لساسي ضد الزمالك. أنني إذا أراد أرسنال بقائي فلن أفكر في الرحيل حتى ولو لم ألعب. تقارير أوروبية، صلاح على رادار برشلونة الموسم المقبل من أجل عودة المنافسة مع الريال من جديد.